بمدينة برشلونة الإسبانية تقع كنيسة توري جيرونا، والتي لا تعتبر كنيسة عادية، حيث تحتوي الكنيسة ذات الأسطح الحمراء على أقوى وأضخم حاسوب في إسبانيا، والذي يستخدم في علوم البيك داتا ليخدم جميع الدول الأوروبية. جمع البيانات على نطاق كبير مثل الذي يحدث في تلك الكنيسة يثير العديد من المخاوف المتعلقة باستهلاك الطاقة، فيعمل حالياً سوبر كمبيوتر أو الحاسوب العملاق كما يطلق عليه المتخصصون على أحد أهم المشاريع، وهو مشروع MN4 الذي يقود سباقاً عالمياً لخفض تكاليف الطاقة. توفير الاستهلاك في الحوسبة لا يعني القدرة على القيام بمزيد من العمليات باستخدام نفس الطاقة، ولا يعني ذلك أن الطاقة المستهلكة أقل، بل يعني أنه يمكنك القيام بالمزيد من العمليات الحاسوبية بنفس كمية الطاقة. تم إطلاق MN4 في مايو 2018. النظام العملاق يقوم بملايين الحسابات في الثانية الواحدة، وهو متاح للعلماء الإسبان والأوروبيين الذين يتم اختيار مشاريعهم من قبل لجنة خبراء مستقلة. ومن ضمن الأشياء التي يتعامل معها النظام كيف تتفاعل البروتينات مع أدوات السرطان الجديدة، وكيفية رسم خارطة الكون بمعلومات من المركبة الفضائية جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وتفسيرات لنظرية بيك بانج ثيوري. عند تشخيص السرطان نقوم بتحليل الجينوم للتنبؤ بالجينات التي ستتغير ولنعرف أي أدوية ستتكيف مع هذه الطفرات. هذه عملية معقدة تتطلب تطورات طبية، وتقدم في مجال علم الجينوم وقبل كل شيء تطورا كبيرا في الحوسبة لمعالجة البيانات. وقد ذكر دان براون الروائي الأمريكي الحاسوب العملاق في الكنيسة الإسبانية في روايته الشهيرة The Origin، حيث قدمه للقراء الذين يستطيعون الآن زيارة الكنيسة لمشاهدة الحاسوب العبقري محاطا بمكعب زجاجي داخل جدران الكنيسة.